يتفرفط النور والحنان والأمان وينفلت من بين إيدينا الزمان. عمار الشريعي، سيد حجاب، وحسن فؤاد. تخبي فين؟ بتعمل ايه؟ غيرت النشاط؟ اول يعني اكيد اشتغلت حاجه ثانيه. والله ابدا، هو بس عايز اقول لك اللي مع القران ومع ربنا سبحانه وتعالى المسائل بتبقى ماشيه من غير ما يحسبها. والله شفت الطاووس المتعالي فرحا بريشه متعالي. انت بتعتبر نفسك ابو البنات دول؟ انا افتخر بذلك لغايه ما اموت. ايه الكلام الحلو ده يا استاذ جمال؟ انت مدرس ايه اصلا؟ مدرس ايه اصلا؟ مدرس بيئه وجيولوجيا واحياء. المدرسه هي جزء من حياتي لا يتجزا، زيها زي بيتي، زيها زي المسجد عندي، زيها زي اي حاجه تاني. انت رسمتي أيوة. كذا جرافيتي حلوين جدا 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 على جداريات، ونبص عليها ونقول الله. انا بقالي 4 سنين عايزه اجيلك. برسم من وانا صغيره، من وانا في كي جي كنت برسم وبحب الرسم جدا، وحلم حياتي ان انا اطلع رسامه. كنا فاكرين فنانه مثلا، انت رسمتي محمد صلاح كان في صوره حلوه جدا. دي كانت في البطوله الافريقيه، كانت على استاد اسكندريه. احكي لي عن مجدي يعقوب. مجدي يعقوب بقى ده كانت حكايته حكايه، انا من زمان عايزه ارسمه. قال له عمار انا بريء من الكلام ده، انا كتبته لك. بكلم حضرتك كده. قال له انا الكلام ده انا كتبته لك، بس انا عشان الكلام التاني عاجبني اكتر فانا كنت حابب من التاني تاني. والنور اللي ما بين عينيك.